السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوان الكرام، معاكم حسين كمال من قناة افهم مني. النهاردة بإذن الله هنتكلم عن فوائد اليوسفي، أو زي ما بيسموه اليوسف أفندي. اليوسف أفندي له فوائد عظيمة وموجود كتير جدا في السوق دلوقتي بمناسبة فصل الشتاء، وده هنسميه الكبير قوي بتاع فيتامين سي. ليه؟ لأنه يحتوي على نسبة عالية كبيرة جدا من فيتامين سي. بعد الفاصل هنتعرف على فوائد اليوسف أفندي. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اليوسف أفندي يحتوي على نسبة عالية من فيتامين سي، وفيتامين سي لازم نستخدمه يوميا، أو ناكل حاجة فيها فيتامين سي يوميا، أو نشرب حاجة فيها فيتامين سي يوميا. فده يا تاكله يا تعمله عصير، هو مفيد جدا للناس اللي بتعاني من السمنة إن هما يعملوه عصير ويشربوه 3 مرات باليوم، أو على الأقل ياكل بعد كل وجبة حبيتين زي ما انت شايف كده من اليوسف افندي. لو كان حبيتين هيحس بتحسن فظيع جدا ونقص في الجسم. ليه بقى؟ لان عمك يوسف فيه الياف، يعني فيه نسبة كبيرة من الالياف، فبيحسسك بالشبع، بيحسسك بامتلاء المعدة، فبالتالي بتاكل نسبة قليلة من الأكل اللي أنت كنت بتاكله، هتاكل نسبة قليلة عن اللي أنت كنت بتاكله. فطبعا كده هو مفيد لمن يعانون من زيادة الوزن أو السمنة. طبعا في كمان فيتامينات زي المغنيسيوم والحديد والفوسفور والبوتاسيوم، وطبعا يعني مفيد لأنه يحتوي على سعرات حرارية عالية، يعني نسبة مش عالية أوي، يعني مفيد برضو إيه لمريض فقر الدم والأنيميا، ومفيد للإمساك لأنه طبعا يعني يعمل كملين. بس أهم حاجة لو أنت عملته عصير ما تصفهوش، تعمله بالألياف اللي فيه، لأن الألياف اللي فيه هي اللي بتعمل على تحسين الهضم، فبالتالي بتعمل على عدم وجود امساك، يعني للناس اللي بتعاني من الامساك المزمن عليهم باليوسف افندي، ماشي؟ فطبعا احنا في موسم الشتاء وكلها حمضيات او فواكه الحمضيات منتشره ورخيصه في السوق، ما تخليش الثلاجه بتاعتك تخلو من اليوسف افندي، او جيب عندك كل يوم طازه اول باول وكل منه اول باول. عايز اقول لكم ان اليوسف افندي ده لسيدات المنزل، لو ابنك او بنتك اي طفل عندك بيعاني من مشكله الحمى الروماتيزميه او روماتيزم المفاصل، وكليه يوسف او يوستافندي، لان هو يعني مفيد جدا لمرضى الحمى الروماتيزميه، يعالج الاسهال، يعالج الامساك، يعالج الضغط. يعني في احتماليه ان هو بيمنع مرض السكر، مفيد جدا للكلى والكبد، ويعالج مشاكل الكلى. مفيد جدا برضو للجلد والبشره، يعني يعمل على نضره البشره دائما. طبعا لو هتداوم عليه مش هتاكل مره وترميه زي ما انا موجود عندي كده. عايز اقول لكم ان دي بقى لها 3 4 ايام موجوده، وانا يعني كان في منها كتير، بس طبعا ما كانش فيها العنق ده، او ما كانش مربوطين زي بعض كده. فمفيد ايضا لمشاكل العظام والمفاصل، ف يعني بفضل الله يعني فوائد كتير جدا، فوائد كتير جدا بفضل الله لهذا المكون الطبيعي او النبات الطبيعي او الفاكهة دي. طبعا طبعا بما ان كل هذه الفوائد بفضل الله موجودة في اليوسف افندي، فهو يعمل على تقوية مناعة الجسم، وبالتالي يحارب ويقاوم الامراض في الشتاء ونزلات البرد اللي منتشرة جدا، وكمان يعني مفيد جدا لمشاكل النقرس، الناس اللي بتعاني من النقرس. تناول اليوسف
افندي، كمان هو يعني مفيد جدا للجهاز الهضمي لأنه يعمل على طرد الغازات الموجودة في الجسم ويعمل على حل المشاكل الموجودة في الجهاز الهضمي، الانتفاخات والكركبة وعسر الهضم. فبفضل الله فوائد عظيمة جدا لليوسف أفندي، لو قعدنا نتكلم لبكرة عليها مش هنخلصها ومش هنكفيها، لأن كل فايدة من الفوائد دي عايزة شرح ساعة. ليه بيعمل على طرد السموم الجسم؟ ليه في فيتامين سي كتير او بنسبة عالية؟ وايه الفيتامين سي وبيعمل ايه وفائدته في ايه؟ فانت عايز تقول فوائد ده فيتامين سي وفوائد فيتامين سي، فدي كلها شروحات كتير جدا، فاحنا مش عايزين ندخل في تفاصيل اكتر من كده لان الحلقة بتكبر مننا وتوسع. فزي ما قلت لكم في بداية الحلقة ان ده الكبير قوي بتاع فيتامين سي، وعندك البرتقال، فما تخليش بيتك يبقى خالي من اليوسف ومن البرتقال يعني بالعامية كده. فيتامين سي، فيتامين سي عندك في البيت، ما تروحش تشتريه من صيدلية. ماشي اخوان الكرام، بفضل الله تمت الحلقة. سبحانك اللهم بحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.